ارباؤهم الجماعه اللي هم المسؤولين عن نادي الموسيقى الشرقي من ضمن سميعه ام كلثوم، ووجدوا فيها صوت حلو ممكن انه يقدر يؤدي الحاجات اللي هم من اجلها عملوا نادي الموسيقى الشرقي. نادي الموسيقى الشرقي زي ما قلت لك كان معمول عشان خاطر يحفظ التراث القديم العظيم اللي انحضر لنا من عبد الحمودي ومحمد عثمان ومن الجماعه دول الى اخره، فوجدوا فيها كده. لكن في الوقت نفسه لقوا على انها بتغني لوحدها وبتغني زي المنشدين والحاجات اللي زي دي. فكان في صراع كبير بين الجماعه دول في انهم يقنعوها بانها تغني على تخت، وبين الناس اللي حواليها بانهم مش عاوزينها تغني على تخت. هم مرتضين باللون ده وباللي قسمهم اللي قسموا ربنا لهم في هذا النوع من النجاح، ومفاوضات وحاجات من هذا القبيل قبلوا انها تغني على تخت. كان في الوقت ده الله يرحمه الاستاذ محمد العقاد اللي هو كان اكبر انونجي في العصر ده، وكان الانونجي بتاع عبد الحمولي بالذات، وكان حتى متجوز بنته، وكان في الوقت ده سامي شوى كمان جاي من لبنان جديد، وبرضو ادخل على الكمانجا شيء من الفن، فن الكمانجا نفسه. يعني ايه هي الكمانجا تبقى برضو سامي شوى كان له فضل في هذا. المهم انه عملوا تخت برئاسه محمد العقاد مكون من 3-4 يمكن مش اكتر من كده، وابتدأت تغني. واللي شجعها على كده كمان المرحوم ابو العيلة محمد، هي كانت تحبه جدا وكانت متأثرة بيه تأثر كبير جدا، وكانت مؤمنة بإيمان كبير جدا. وكان أبو العيلة غنى قصيدة للأستاذ أحمد رامي اللي كان في الوقت ده موجود في باريس بيتعلم، اسمها الصب تفضحه عيونه. فعجبت أم كلثوم فغنتها على التخت من ضمن الحاجات اللي غنتها. لكن كانت علاقة سيادتك بيها لغاية دلوقتي علاقة مستمع بمطربة جات بلون جديد في الغناء، ولا كنت تعرفت بيها بقى شخصيا؟ تعرفت بيها شخصيا، لكن ما كانش يتعدى السلام والاحترام لصوتها، وما كانش فيه اكتر من كده. يعني ما كانش فيه عادات يعني فنية بينا وبين بعض، يعني لان زي ما قلت لك كانت هي مختلفة يعني عن تفكيري انا. انا راجل يعني جيت غاوي واحد اسمه الشيخ سيد درويش، كنت انا بقى يعني البذرة الفنية اللي في دمي وهي التلحين كانت متجهة الى الشيخ سيد درويش يعني اكثر من اتجاهي لحاجة تانية. فكنت انا درويشي قوي يعني في ذاك الوقت، وهي كانت ابتدأت تمشي في الطريق اللي رسموه لها الاصدقاء الكبار بتوع نادي الموسيقى الشرقي، في انه يبقى محمد العقاد الانونجي بتاعها، وانها تغني وانها تحفظ الحاجات دي. يعني جابوا لها مدرسين يحفظوها تواشيح، وافتكر منهم واحد اسمه محمود رحمي الله يرحمه كان من ضمن الجماعه اللي بيحفظوها التواشيح. وكنت انا ذاك الوقت برضو يعني اللي بيعلمني التواشيح واحد اسمه الشيخ درويش الحريري، كنت انا برضو ضد كان الشيخ درويش راجل سائر، ويعني انا يعني كان في صراع بين واحد ثورجي اللي هو انا يعني سائر، خدت بالك، وناس معتدلين وعاوزين ماشي على الخط القديم. يعني انا ثائر، لكن ثائر في حدود يعني عروبتي، يعني زي ما اخد لك حاجه كده، ويعني برضو مزيكتي ما تبقاش بنت حرام، تبقى بنت حلال ليها اب وام، لكن يعني يبقى زي ابني. الابن زي
لكن يعني له أب. ثورة التطور يعني. لكن إيه ابني بشكل تاني يقرب لي يعني تسويته لي والله ده شبه محمد عبد الوهاب لكن مش أنا. لكن له أب يعني. يعني أنا وهو شيخ الدروش كان كده يعني ما كانش راجل خواجة. كان راجل مصري وكل شيء لكن كان شوية مطرف. أنا كنت من أنصاره الكبار. لكن كنت بسمع أم كلثوم بشيء من الذهول من كتر قدرة الأداء بتاعتها. واختلاف طريقة أدائها يعني عن مطربات عصرة. عن مطربات عصرة. يعني أم كلثوم كل الأصوات اللي في الدنيا لها يعني تعريف علمي. كل صوت في الدنيا له ذبذبات. في ربنا ساعات يخلق لصوت الذبذبة دي طبيعية فيه. يعني هي طبيعته فيها هذه الذبذبة. وفي الذبذبات دي تختلف. في ذبذبة سريعة وفي ذبذبة بطيئة. كل ما كانت الذبذبة سريعة وجميلة وأصيلة فبتقدر تقول حاجات ما تقدرش تقولها أصحاب الأصوات اللي لهم ذبذبة بطيئة. ليه؟ لأنها بتعاونهم على القفلة الحلوة الحراقة وبتعاونهم على إنهم ييجوا في أماكن معينة من الجملة الغنائية ويختاروا حروف يعملوا الذبذبات دي فيها بكل واحد على حسب شخصيته فيوصلوا للمستمع لذات ومتعات. في أصوات الذبذبات دي يتصنعوها أو يعملوها يعني ساعة ما ييجوا يقولوها يتجمعوا عشان يعني يحسوا كده بأنهم أمام مسؤولية القفلة. فأما ييجوا يستعملوا الذبذبات دي عشان يقفلوا بيها ساعة ما يفكروا في أنهم هيقفلوا يخافوا تقوم تفنس منهم وتفشل غالبا. فتجد من كل واحد يعني الواحد مثلا يمكن يقفل له 10-15 قفلة تنفذ منهم قفلة كويسة. ليه؟ لأنه بيخاف لأنها مش في طبيعته مش في طبيعة صوته. هو بيعملها بيعملها بي 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 جاي عن طريق التدريب عن طريق الخبرة عن طريق الكذا لكن هو مش فيه يعني محصلة يعني نتيجة تحصيله مش نتيجة ربنا. لا أم كلثوم كان عندها الحكاية دي جن ربنا. هي صوتها كده هي صوتها تعملها وكأنها ما عملتش حاجة يعني تقفل وكأنها ما قفلتش كأنها بتقول في وسط الجملة. لكن هي كده ربنا. ولذلك تجد لا يمكن لقفلة لأم كلثوم أبدا تفشل ولا يمكن لعفقة لأم كلثوم تفشل أبدا لأن ربنا خلق فيها المعنى اللي أنا بقوله كده. زائد على أن كل صوت في الدنيا له مساحات وله مناطق يعني الصوت له منطقة واضحة اللي سموها الأراضي عندنا في اللغة الفنية بتاعتنا الموسيقية يقول متوسط يعني الطبقة المتوسطة بتاعته المنطقة المتوسطة وفي منطقة العالية اللي هي الجوابات. خدت بالك كل مغني في الدنيا له طبقة له يعني منطقة أو منطقتين من هذه المسافات الصوتية في صوته يتبقوا حلوين فيه ويبقى مقتدر عليهم ويبقى له سلطان عليهم. وتجد يمكن واحدة منهم ملوش سلطان عليهم كتير مش قوي. أم كلثوم ما كانش فيها ده. أم كلثوم كان فيها كان كل المناطق اللي في صوتها تتميز بأن كل مناطق صوتها مناطق واحدة من حيث الاختبار يعني سلطتها على 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 هذه المناطق سلطة كاملة إذا كانت من الطبقات الواطية أو من الطبقات المتوسطة أو من الطبقات العالية. فما كلثوم هي دي حضرتك بقى كنت معجب بنوع الصوت ده بالاختبار بهذا الاختبار هذه الموهبة اللي ربنا خلقها لها ولا خلقهاش لغير أم كلثوم يعني الاختبار ده واحترام التأدية يعني الاحترام اللي موجود في التأدية كان في تأدية محترمة تجبرك على الاحترام وبعدين فيها ناحية تكاد تكون متناقضة ما هيش موجودة في كل في أي إنسان تاني هي إيه؟ إنه فيها تجمع بين القوة وبين الإحساس وده نادر تجد دايما الصوت القوي يبقى قليل الإحساس والصوت الضعيف يبقى إحساسه
قوي. نادر نادر لما تلاقي انه صوت قوي ولامع وفي احساس. ام كلثوم كان صوت قوي لامع مرن زي الجرس وفي احساس ويوصل لك شجن الى 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 بيمس القلوب. فدي حاجه ما كانتش موجوده برضه الا في ام كلثوم. نيجي لطريقه اللفظ. اللفظ بتاعها كان لفظها كان فصيحه مبينه. اللفظ بتاعها باين واضح. ما تتعبيش في ان الصوم ده في مغنيين او مغنيين بيقولوا هو بيقول ايه دي او هي بتقول ايه دي. تخلي المستمع نفسه يعني يتذبذب ويبقى ماهوش متجاوز. لاني انا لما اسمع حاجه اقول ايه ايه هو بيقول ايه. لا مفيش حاجه ما تخليليش الفرصه دي. هي بتقول ان انت بتسمعي لدرجه انك انت تقدري تجيبي قلم وورقه وتسمعي منها الاغنيه لاول مره تروحي كاتباها من بقها زي ما عملها المؤلف. فدي جايه من ايه؟ جايه افتكر من قراءتها القران وانها قدرت بالقران الكريم صلح مخارج الفصحى وخلاها تبقى فصيحه ومبينه وتقدر توصل لك الكلام كلام كويس. لو نسترسل في ذكريات الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب عن ام كلثوم نقول ايه بعد كده؟ اقول على اني اذا كان ذكرياتي انا دلوقتي بكلمك على ام كلثوم. يعني انا دلوقتي عاوز اقول لك ايه هي ام كلثوم. عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا في ام كلثوم وهي شخصيه ام كلثوم. شخصيه ام كلثوم انا بعتقد انها جزء لا يتجزا من غنائها. يعني ام كلثوم اما تشوفيها غير ما تسمعيها في الاذاعه. يعني في حاجه في يعني هي بتكمل نفسها اما بتغني اما بتشوفيها بتكمل لك ام كلثوم اللي انا عاوزها. لان ام كلثوم ما كانتش بتغني بصوتها وبس. بتغني بصوتها وبجسمها. بتغني بصوتها وبايديها وبراسها وبرجلها وبكتافها. كانت اما بتقول حاجه بتدي لكل كلمه المعنى اللي هي عاوزه تجسده وتوصله للمستمع بمعناه اللي هي فهماه بحركه من هذه الحركات بحيث ان الناس تحس بانها سمعت وفهمت. مش بس سمعت اتلذت وفهمت كمان اللي هي عاوزاه فتتجنن. فتتجنن يعني بيحصل لهم جنون من نفس الحركات اللي او التعبير او اقول التعبير اللي بتاديه بالجسم. لدرجه انه في ساعات يعني اقول لك على سبيل المثال ازاي كانت بتقدر تقول الحركات دي وتتفاهم مع الناس. يعني في اغنيه اسمها ليله حب. ليله حب دي فيها كلمه اسمها ما تعذبناش. كلمه ما تعذبناش دي اما تسمعيها انت في الاذاعه كلمه ما تعذبناش هتسمعيها حاجه عاديه جدا. وقالتها مره مرتين عاديه وبعدين ما مره قالت ما تعذبناش فالدنيا كلها هاجت. هاجت ليه؟ هاجت اللي حصل انه فيه جه واحد فضل يجي لغايه المسرح لغايه ما وصل المسرح وفضل يقر عليها كمان يا ست كمان يا مش عارف ايه. فاتضايقت منه فحبلت تقول له ما تعذبناش قامت راحت مشاوره له بايديها كده قالت له ما تعذبناش يعني ما تقرفناش يا اخي حاجه زي دي كده. قامت الناس كلها هاجت. الناس كلها هاجت. هاجت ليه؟ هي مش هاجت من كلمه ما تعذبناش بس ما قالتها مره مرتين وثلاثه ولا حصلش حاجه لكن حصل من نفس طريقه حركه ايدها وطريقه حركه يا اخي ما تعذبناش ما تقرفناش دي الناس هاجت. دي ما هتقدري تعرفيها منين؟ إذا لو شفتها اللي لو شفتيها لازم تشوفيها. ما تعذبناش ما تشوقناش ما تعذبناش ما تشوقناش ما تعذبناش ما تشوقناش ما تعذبناش ما تشوقناش وتعالى تعالى تعالى نعيش نعيش.
دلوقتي عشان اقول لهم انهم يهتموا بانهم يتصلوا بالاذاعات بتاعه البلاد العربيه اللي راحت فيها السيده ام كلثوم وغنت، وعلى علمي بان كانت الحفلات بتاعتها بتتنقل في الاذاعه وعن طريق التلفزيون. يطلبوا من هذه الاذاعات نسخ من هذه الحفلات ويضموها الى الحفلات اللي هنا اذا كانت اذاعه ولا تلفزيون، ويبقى ارشيف كبير لام كلثوم. والمعنى ده انا بقوله، يعني يمكن واحد يسال يقول ليه، طب وليه، طب ما احنا عندنا الاغنيه نفسها. اقول انه من ضمن مزايا السيده ام كلثوم هي الاضافات، موهبه الاضافات. يعني ايه موهبه الاضافات؟ يعني ام كلثوم كانت تقول الجمله 10 مرات او 20 مرة، يعني ممكن جدا جملة تلاقيها قالتها يمكن 20 مرة. طب هل معقول ان 20 مرة دي ممكن انسان يحتمل مغني او مغنية تقول جملة واحدة 20 مرة هي نفس الجملة من غير اي ما تضيف اليها شيء جديد ممتع للاذن؟ مش ممكن. اذا هي عندها هذا المعنى، وعندها الاستعداد الرباني ده، انها كانت في كل مرة تدوس لها على حرف، تدغدغ لها كلمة، تقولها بشكل معين، بشكل على انه الانسان باستمرار في كل مرة يستمتع بشيء جديد على ودنه ولا يمل سماع ام كلثوم. ولذلك تجري على انه في ناس كتير من جمهور ام كلثوم مثلا يروح يطلب حفلة معينة، يعني مش يقول لك اديني مثلا اغنية مثلا امل حياتي، لا يقول لك انا عاوز امل حياتي بتاعت شهر مثلا فبراير. طب ليه ما تاخدهاش بتاعت يناير؟ ليه ما تاخدهاش بتاعت ديسمبر؟ لان هو استمع لها في كل الحفلات ولقى في الحفلة دي بالذات في هذا الشهر ان عملت فيها حاجات ما عملتهاش في الحفلة التالية. فالمعنى ده هو أرجو أنه تهتم به الإذاعة، ونكون عملنا خدمة للغناء العربي في أن احتفظنا بكل التراث الحلو الجميل اللي تركته لنا أم كلثوم. أستاذ محمد عبد الوهاب، بعد حضرتك ما تحدثت عن مزايا صوت أم كلثوم، تسمح لنا بقى يعني نتذكر قليلا بعض ذكرياتك معها؟ أم كلثوم زي ما قلت، اما جت واستمعت اليها وبقيت من هواة الاستماع اليها، وكنت انا برضو في ذاك الوقت صديق للاستاذ احمد رامي اللي هو بعد كده اتصل بيها اتصال فني كبير افاد الغناء العربي. كنت ازورها اما جت في نقلت نهائيا الى القاهرة بعد ما كانت بتيجي تنزل بس في الاوتيل وترجع تاني الى بلدها. اتنقلت نهائيا في القاهرة في عمارات بهلر اللي هي في اول الزمالك، فكنا نجتمع هناك، وكانت تقريبا تكاد تكون عادتها ندوة من الفنانين والادباء واللي حسوا بالضوء الجديد اللي وصل لنا ده وهو ام كلثوم. وكنت انا من ضمن الهواة، يعني هواة القعدة في ندوتها الحلوة دي اللي كنا عبارة عن نتكلم في كل شيء وفي الفن وفي الى اخره. واذكر انه ما كانش فيه يعني اتصال فني بيننا وبين بعض بالمعنى المعروف، يعني كعمل. لكن في حاجتين اذكرهم. الحاجة الاولى انه انا زي ما قلت لسيادتك ان انا في دم اللحن الالحان من زمان، يعني ميكروبة اللحن دي موجودة في من زمان في دمي. فاذكر على انه كان في كلام ما اعرفش هو بتاع مين ما اذكروش، اسمه اوله قال ايه، حلف ما يكلمنيش، ده بس كلام والفعل ما فيش. فكنت انا ملحن هذا المذهب، وكانت سمعته مني ام كلثوم وحفظته،
وبعدين وفضل بس كده يعني سمعته كواحدة ذوقها اتفق مع هذا اللحن أو عجبها أو حاجة زي كده. وبعدين أما تقريبا حصل ابتعاد شوية عن بعض بحكم الحياة، جرفتني في ناحية وجرفتها هي في ناحية، فاستخسرت يظهر هذا المذهب في أنه يفضل كده مذهب لوحده، فإدته للمرحوم الأستاذ محمد الأصبجي، وده كان أستاذي أنا في العود، وكمله وغنته كطقطوقة في صنع الجراموفون على ما أذكر. الحاجة الثانية اللي أذكرها مع سيدة أم كلثوم أنه كان في واحد محامي من الناس الأجلاء الكويسين اسمه الأستاذ أفتكر أحمد خيرت المحامي، أو يمكن حاجة غير أحمد خيرت، يبقى أبو بكر خيرت الموسيقي بتاعنا اللي كان بيته في شارع خيرت السيدة زينة، وكان يحب الموسيقى والفن، وكان يعمل ندوات ليلية، وكان يروحوا عنده الجماعة بتوع نادي الموسيقى الشرقي دول في بعض الليالي، حتى أذكر أن الشيخ سيد درويش كان يروح عنده كان بتاع. لكن أنا في الوقت ده ما كانش بتكلم على الوقت اللي كان فيه الشيخ سيد درويش كان الله يرحمه مات. فأذكر على أن كنا مرة هناك وكان في برضو جماعة بتوع نادي الموسيقى الشرقي هناك، وكان في ديالوج منالوج أو ديالوج للمرحوم الشيخ سيد درويش في رواية اسمها العشرة الطيبة اسمه على قد الليل ما يطول مصطرد بصهري ونوحي اللي حبك مش عارف ايه حاجة زي دي، وقصاد وفي بنت قصاده اللي بيغني تقول له حبوبي يا عيني الحبوب من جوه يا سبب وعدي ومكتوبي، كان كلام للمرحوم بديع خير. فكان الديالوج ده في الوقت ده يعني منتشر على ألسنة الناس، فكنت حافظه بحكم ان انا زي ما قلت لك انا من هواة الشيخ سيد درويش. فاقترح علينا في الجلسة ان نقول حاجة انا وام كلثوم، وهي طبعا كانسانة كانت بتبتلع الموسيقى تبتلع الغناء يعني كل شيء تحفظه كل شيء ما يسيبهاش اي حاجة من الحاجات اللي موجودة، حتى مثلا حاجات للشيخ محمود صبحي كانت تحفظها، حاجات لابو العيلة تحفظها، حاجات لكل اي حاجة تحفظها. فاقترحوا على ان احنا نقول حاجة مع بعض، فغنينا اذكر ان احنا غنينا الديالوج ده بيننا ومن بعض في الجلسة دي، واعتقد على انه ده اول حاجة غنيناها مع بعض واخر حاجة غنيناها مع بعض. يا خسارة ما كانش حد بيسجلها يا فندم. يا ترى حد الاعجاب بالجالسين هذا الديالوج يعني ما فكرتوش تعملوا عمل مشابه؟ لا احنا كنا لسه كانت هي لسه طالعة يعني ما كانش فيه لسه التفكير في ان احنا نجتمع مع بعض، لان احنا بعد كده كل واحد خد طريقه. كنت انا في طريق وهي في طريق، والطريقين كانوا سلام يعني كنا نتبادل الحفلات، يعني كنت انا اعمل حفلة في الاسبوع هي تعمل حفلة في الاسبوع، وكانت هي لها لونها الخاص المحبب عند الناس اللي هو اللون الرصين العربي الاصيل صاحب الافلة السخنة الحراء الحاجات اللي قلت لك عليها في صوت سيدة ام كلثوم، ويمكن انا كنت شوية يعني سائر شوية يعني كنت شوية احب اعمل حاجات يعني اغير الاشكال التقليدية دي شوية، وكنت انا ليا ناسي والسيدة ام كلثوم لها ناسها، ولا كانش فيه يعني مفيش تعارض بيننا احنا الاتنين، يعني كنا احنا الاتنين نحب بعض ونحترم بعض، واذا قلنا على انها ما هي منافسة ولو ان انا ما اعتقدهاش انها منافسة يعني، لكن اذا قلنا حتى انها منافسة شريفة كريمة حلوة لا فيها كلمة نابية ولا فيها عدم احترام وفيها كده تبادل الحب والود والعمل على الأحسن، هي تعمل وهي معتقدة بأنها بتعمل إلى الأحسن وأنا بعمل وبعتقد على أني بعمل الأحسن، وكان كل واحد في طريقه ولا يفتكرش في أنه يعني يستعين بالتاني. نرجع يا فندم برضو لذكرياتك مع كوكب الشرق،
قعدت فترة طويلة أصدقاء تتبادلوا الاحترام وتتبادلوا المنافسة الشريفة وبتملكوا يعني نقول ناصية الغناء والتلحين أيضا بالنسبة لسيادتك العربي. انت بقى يعني هارك قلت انه ما حصلش تفكير ان انتوا تتعاونوا وهارك شايف ان ده شيء طبيعي يمكن انا بختلف. طب انت بقى ابتديتوا تتعاونوا وليه؟ هو الواقع انه ام كلثوم جواها كان حب المعاصرة والمعايشة للحياة الجديدة لكن كانت محتاجة لواحد يقر لها في هذا الموضوع يعني كانت محتاجة للناس للجو يعني الملحنين اللي كانوا بيلحنوا لها كان منتهى امانيهم ايه انهم يلحنوا لأم كلثوم فما فيش شك انهم كانوا هما بيلحنوا لأم كلثوم اهم شيء انهم يتلمسوا ما يعتقدونه من انه يرضي أم كلثوم والحمد لله كان كل شيء ماشي ولها جمهور كبير جدا وحب وشغف لكن كان الشغف لو تلاحظ حضرتك كان الشغف بصوت أم كلثوم يعني كانت الناس تسمح تروح تسمع أم كلثوم تروح لصوت أم كلثوم مسألة كانت هامة ما في شك ان اللحن كان بيفرق لكن أم كلثوم باستمرار لها جمهور كون لحن احسن من لحن دي مسألة وكون ام كلثوم لها شعب ما يستغناش عن كونه يسمع صوت ام كلثوم دي مسألة يعني لها رصيد من الجمهور لا يتغير دي بتاع ام كلثوم فبتغني له وهو مبسوط يعني ما فيش معه لكن هي جواها زي ما قلت لحضرتك عندها حب للمعايشة وللعصر هي ست هي كانت ست بيت او يعني كان يعني تندهش انك تعرفي ان فيها برضو حاجات غريبة كده يعني هي بالرغم انها فنانة والمفروض عن الفنانين دول انهم بتوع خروج وبتوع ماتي وبتوع سينما وبتوع مش عارف ايه وبتوع سهر وبتوع ابدا ام كلثوم كان شيء بيت كأنه بيت حشمة بيت قديم من البيوت النظام مش اقصد البيت يعني المباني يعني النظام اللي فيه بيت ست زي ما يكون ست كده متحشبة اما تكون فاضية تلاقيها مسكتش كتاب ادب